3.5 وعد لداود. لم تكن حياة داود هينة مثل كل الذين نزلت عليهم وعود الرب. كان أصغر وشقائه ومعين لعائلته كثيرا كثيرة العدد في إسرائيل سنة 1000 قبل الميلاد، وكان يرعى الغنم بالإضافة إلى أعمال يكلف بها شقيقه الأكبر المتسلط. أثناء ذلك توصل الإيمان بالرب لدرجة أنهم قالوا للذين آمنوا مثله: لقد جاء اليوم الذي يسمح لليهود باختنام الفرصة للفوز بالسلطة. إذ ما تغلب أحد محاربتهم على الجوليات بطل فالمشتتين كما تقتضيه القوانين المبارزة في ذلك الوقت حين تؤول السلطة إلى الفريق الرابح بالمبارزة، وهذا بعون الرب. ولقد تغلب داود على جوليات بحجر قذفه به من المقالع، الأمر الذي أكسبه شعبيته أكثر من الملك شاؤول. وتحققت مصداقيته هذه الكلمات حين طارد شاؤول داود لأكثر من 20 عاما مثلما تطارد الفئران في البرية في جنوب إسرائيل. وحين توج داود ملكا لإسرائيل أراد أن يظهر امتنانه لما خص به الرب خلال صحراء حياته. قرر أن يبني هيكلا للرب، إلا أن الرب أراد لسليمان ابن داود أن يبني الهيكل، وكما أراد الرب أن يكون بيتا لداود. ثم عقب ذلك وقد جاء فيه ما وقد وعد به إبراهيم وأشياء جديدة. متى كملت أيامك واضطجعت مع أبنائك أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته. هو يبني بيتنا لإسمي وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد، أن أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. أن تعرج أدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم، ولكن رحمتي لا تنتزع منه كما نزعتها من شاؤول الذي أزلته من أمامك، ويؤمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك، كرسيك يكون ثابتا إلى الأبد. مما تعلمناه سابقا نعلم أن النسل هو يسوع، وعلى أنه ابن الرب يؤكد على هذا، وهناك الكثير من البراهين في الكتاب المقدس الذي صار من نسل داود من جهة الجسد. من نسل هذا داود حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا يسوع. قال الملاك لمريم العذراء عن ابنها ليسوع: ويعطيها الرب الآلهة الكرسي داود لأبيه ولا يكون لملكه نهاية. وهذا يعزز وعد النسل لداود في المسيح. وبما أن النسل أصبح واضحا على أن يسوع هو الذي يطفي الأهمية على الكثير من الأمور. أولا النسل: نسلك الذي يخرج من أحشائك أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، من ثمرة بطنك أجعله على كرسيك. هذا يتضح أن يسوع النسل هو من صلب داود، ومع ذلك فإن أبي هو الرب، وهذا حاصل بولادة العذراء مريم مما ورد في العهد الجديد. أم يسوع هي مريم وهي من أحفاد داود، ولكن أبيه ليس من البشر، وهذا كانت معجزة الربانية حين أنفذ الروح القدس إلى رحم مريم وحبلت بيسوع، وهذا صرح الملائكة. فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وهكذا كانت ولادة العذراء هي الطريق الأمثل لتحقيق الوعود لداود. ثانيا البيت: هو يبني بيتا لإسميس يبين بأن يسوع سوف يبني هيكلا روحانيا ثابتا للرب. ويقول في الألفية الأولى لمملكة الرب بعد عودة يسوع إلى الأرض: سيبني هيكلا في أورشليم بيت الرب، المكان الذي بإمكانه العيش فيه، سيعشعش في قلوب الذين أطاعوه. وفقا لهذا فإن يسوع يبني هيكلا روحانيا للرب، عمادة المؤمنين المخلصين. ويصف المسيح بأنه حجر الأساس لهيكل الرب، والمسيحيون هم حجارة الهيكل يأخذ مكانه. ثالثا كرسي العرش: وأنا أثبت كرسي مملكته المسيح إلى الأبد، بيتك ومملكتك داود كرسيك يكون ثابتا إلى الأبد. ستقوم مملكة يسوع
على إنقاذ مملكة داود، أي إن مملكة الرب ستقوم كما قامت في الماضي. للمزيد من المعلومات، وليتحقق هذا، على المسيح أن يجلس على الكرسي العرش، عرش داود في أورشليم، وهذا إثبات آخر على أن المملكة ستقوم على الأرض. رابعا، المملكة، بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك. إن داود سيشهد قيام مملكة المسيح الخالدة، وأنه سيبعث حيا ليشاهد ذلك حينما يحكم المسيح العالم من أورشليم. إن الوعود لداود ذو أهمية للمعرفة، وداود سيرد ذلك بسعادة عهدا أبديا. أفلا يثبت كل خلاصي وكل مسيرتي؟ وبذلك أنها نقطة بالغة الأهمية ومأساة هي عندما ينتشرون فيها العالم المسيحي تعاليم تناقض هذه الحقيقة. إذن اليسوع تواجد قبل ذلك جسديا، تواجد كإنسان قبل أن يولد، فإن الوعد بأن يسوع نسل داود تفقد أهميتها. وإذا مملكة الرب في الجنة، سيصعب على يسوع تأسيس مملكة داود وتولي العرش، لأنه بالحرف الواحد كان القصد على الأرض وإقامتها من جديد في نفس المكان. وسليمان ابن داود البشري قد حقق قسطا من الوعود لأبيه بأن يبني الهيكل الملموس وأسس مملوكه ناجحة، ولقد أرسل له الأمم برسل لتقديم إليه احتراما وفاحد من الهيكل بركته الكبرى. وحكم سليمان بإدارة التحقيق الوعود لداود التي ستضطر في مملكة يسوع. هنالك من يدعى بأن سليمان حقوق الوعود لداود، ولكن الحقائق التالية تقوض هذه الادعاءات. هناك الكثير من الدلائل في العهد الجديد تؤكد على أن النسل هو المسيح وليس سليمان. لقد ربط داود بين الوعد لإبراهيم وما تلقاه من وعود الأيام الأولى. مملكة النسل خالدة، وبيننا مملكة سليمان لم تكن كذلك. لقد أقر داود بأن الوعود بالحياة الأبدية لم يكن موجودا لعائلته. أليس هكذا بيتي عند الله، لأنه وضع لي عهدا أبديا. نسل داود هو المسيح المخلص من الخطايا، وسليمان ابتعد عن الرب، وذلك حين تزوج من بين الذين لا يشملهم أمل الرب.